الرئيس عبد الفتاح السيسي يتلقى التهنئة بمناسبة فوزه بولاية رئاسية جديدة من أمير قطر والرئيسين العراقي والتركي. رئيس الوزراء يشهد التوقيع على اتفاقية لإدارة وتشغيل 7 فنادق عالمية مع القطاع الخاص، ويعلن أنه تم تحقيق 5.6 مليار دولار نتيجة التخارج من 14 شركة. شكري أمام المنتدى العربي الروسي يجدد رفض مصر تهجير الفلسطينيين، ويدعو المجتمع الدولي للتصدي للممارسات الإسرائيلية التي تدفع عمليا إلى التهجير. 9 مساء بتوقيت القاهرة، 7 بتوقيت جرينتش. نشرة إخبارية مفصلة تأتيكم على شاشة التلفزيون المصري. تحية لكم. تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي اتصالا هاتفيا من الرئيس العراقي عبد اللطيف رشيد لتهنئته على إعادة انتخابه رئيسا لمصر. أكد الرئيس العراقي حرص بلاده على تطوير العلاقات الأخوية بين البلدين الشقيقين، وقد توجه الرئيس السيسي بالشكر لنظيره العراقي على هذه اللفتة الكريمة، مؤكدا مواصلة مصر العمل على تعزيز التعاون والتنسيق مع العراق الشقيق في كافة المجالات بما يعكس العلاقة الخاصة بين البلدين. كما تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي اتصالا هاتفيا من الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر، الذي قدم التهنئة للرئيس السيسي على فوزه بولاية رئاسية جديدة، مؤكدا حرص قطر على استمرار العمل المشترك بما يعود بالخير على البلدين والشعبين الشقيقين. ومن جانبه ثمن الرئيس السيسي اللفتة الكريمة من أمير دولة قطر، مؤكدا مواصلة مصر العمل لتعزيز التعاون الثنائي بين البلدين الشقيقين في المجالات كافة. تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي اتصالا هاتفيا من الرئيس التركي رجب طيب أردوغان. صرح المتحدث باسم الرئاسة بأن الاتصال شهد قيام الرئيس التركي بتوجيه التهنئة للرئيس السيسي على إعادة انتخابه لفترة رئاسية جديدة، وقد ثمن الرئيس السيسي هذه اللفتة الطيبة من الرئيس أردوغان. كما تناول الاتصال سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين وزيادة مجالات التعاون بما يحقق مصالح الشعبين، بالإضافة إلى التباحث بشأن تطورات المشهد الإقليمي، خاصة جهود وقف إطلاق النار وإنفاذ المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة. أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي أن الدولة تعتزم التخارج كليا أو جزئيا من العديد من القطاعات وفقا لوثيقة سياسة ملكية الدولة. وأوضح مدبولي خلال مؤتمر صحفي أنه تم إتمام صفقات بقيمة 5 مليار و600 مليون دولار من خلال التخارج الكلي والجزئي من 14 شركة. إن الدولة المصرية بتعتزم من خلال تطبيق وثيقة سياسة ملكية الدولة إن احنا يعني نتخارج كليا أو جزئيا من العديد من الأنشطة والقطاعات. وعايز أقول إن احنا الحقيقة منذ الإعلان عن هذا الموضوع والدولة المصرية بالرغم من كل الظروف اللي أكيد كل حضراتكم شايفينها، الظروف الاقتصادية اللي بتمر بيها مصر، الظروف السياسية اللي ليها تأثير على الوضع الاقتصادي، أنا بتكلم هنا على الظروف الإقليمية والدولية اللي ليها تداعيات كبيرة جدا على الوضع الاقتصادي مش في مصر بس ولكن في العالم كله، ولكن كنا حريصين على تنفيذ ما تعهدنا به من خلال موضوع الطروحات وإشراك القطاع الخاص معانا في العديد من القطاعات. أنا عايز أقول منذ تم الإعلان عن هذه الطروحات وبدأنا فعلا في تنفيذها، إحنا حققنا النهاردة 5.6 مليار دولار من خلال التخارج الكلي والجزئي من عدد 14 شركة. أعلن رئيس مجلس الوزراء أن هناك 4 قطاعات ذات أولوية ضمن برنامج الطروحات، منها المطارات والبنوك. وأكد مدبولي خلال مؤتمر صحفي أن الدولة عازمة على تفعيل وثيقة سياسة ملكية الدولة والانطلاق في برنامج الطروحات. لقاء تم مع نائب
رئيس مؤسسة التمويل الدولية الـ IFC بنفسه كان موجود عشان نناقش الخطة التنفيذية للمرحلة القادمة اللي هي هتستمر لغاية ديسمبر 24. يعني بنتكلم على حجم عمل هيبقى لمدة عام بالكامل. أهم شيء الحقيقة كانت الدراسة اللي هم عملوها لنا في البداية أكدت على أن هناك 4 قطاعات هيكون ليهم الأولوية في عملية الطروحات، ويمكن منهم قطاعين يمكن كنا ما كناش اشتغلنا عليهم بصورة كبيرة، أو على الأخص قطاع منهم هو قطاع المطارات، وإن إزاي إن إحنا نشرك القطاع الخاص معانا واللي ليهم خبرات دولية وعالمية في إدارة وتشغيل عدد من المطارات التابعة للدولة. ودي إن شاء الله من شأنها إنها تحقق نقلة نوعية كبيرة بإذن الله في إدارة وتشغيل هذه المرافق المهمة جداً. قال رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي إن المباحثات مع صندوق النقد الدولي مستمرة ولم تتوقف، وشدد مدبولي خلال المؤتمر الصحفي على التنسيق الكامل بين الحكومة والصندوق، مؤكدا أن برنامج الإصلاح الاقتصادي برنامج وطني خالص. إحنا النهاردة في طبعا بالتأكيد مع الصندوق، بناء على التصريحات اللي هم قالوها في الفترة الأخيرة، إحنا في تواصل على طول، إحنا لم ينقطع التواصل، وفي النهاردة بصدد ان احنا بنشتغل مع الصندوق على خطة زمنية جديدة يتم الاعلان عن تفاصيلها بإذن الله في اقرب فرصة ممكن. شهد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي مراسم توقيع الاتفاقيات النهائية لعملية الاكتتاب على 7 فنادق تاريخية بالشراكة بين صندوق مصر السيادي وإحدى شركات القطاع الخاص، وتعد هذه الصفقة هي إحدى الشركات المعلن عن طرحها تنفيذا لوثيقة سياسة ملكية الدولة في فبراير الماضي. وقد تم الإعلان في يوليو الماضي عن ترسية مشروع تطوير الفنادق 7 التاريخية على مجموعة من المستثمرين الأجانب والمصريين بعد طرح تنافسي على عدد من المستثمرين الدوليين، وتخضع عملية إنهاء الصفقة إلى استيفاء الشروط المسبقة للإغلاق المالي. بدوره أكد الرئيس التنفيذي لصندوق مصر السيادي أيمن سليمان أكد أن الصندوق قام بإدارة عمليات طرح صفقة تطوير الفنادق 7 وفقا لآلية عرض تنافسية تقدم إليها العديد من التحالفات والمستثمرين المحليين والعالميين. وأضاف سليمان خلال تصريحات تلفزيونية أن الصفقة مرت بالعديد من المراحل، بدءا من عملية تقييم الفنادق من قبل أحد المقيمين العالميين تحت إشراف الصندوق. صندوق مصر السيادي كان قام اتكلف من دورة رئيس الوزراء ان احنا بنبص على افضل فنادق اداء واهلية للطرح، وتم اختيار وتوافق على هذه المجموعة من 7 فنادق كباكورة طرح للشراكة مع القطاع الخاص. قدرنا عملية الطرح، جبنا مستثمرين سوري جبنا الاول مقيم عالمي يقول لنا ايه هي قيمة الفنادق دي، وبناء عليه عملنا طرح تنافسي، وطرح تنافسي رفع من قيمة هذه الفنادق الحمد لله من خلال الممارسات والمفاوضات مع الجوانب المتنافسة، وبناء على ده وصلنا لمرحلة توقيع اتفاقية شروط حاكمة، وترجمنا هذه الاتفاقية بقى في مفاوضات طويلة جدا ومركبة، وصلنا الحمد لله للفينش لاين النهاردة ان احنا بنوقع الاتفاقيات النهائية. التقى الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي بوزيرة الدفاع الهولندية كايسا أولينغرين والوفد المرافق لها الذي يزور مصر حاليا. تناول هذا اللقاء سبل دعم آفاق التعاون العسكري وتبادل الخبرات بين القوات المسلحة لكلا البلدين الصديقين، كما تم مناقشة آخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية. التقى الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي بالسيدة كايسا أولينغرين وزير دفاع هولندا والوفد المرافق لها الذي يزور مصر حاليا. تناول اللقاء سبل دعم آفاق التعاون العسكري وتبادل الخبرات بين القوات المسلحة لكلا البلدين الصديقين، كما تم مناقشة آخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية. وأعربت وزير دفاع هولندا عن تقديرها لدور القوات المسلحة المصرية في صون الاستقرار بالشرق الأوسط، مؤكدة حرص بلادها على تعزيز العلاقات المشتركة لكلا الجانبين. حضر اللقاء الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة
وعدد من قادة القوات المسلحة لكلا البلدين والملحق العسكري لدولة هولندا بالقاهرة. أشاد وزير الخارجية سامح شكري بالتعاون والتنسيق المتميز بين مصر وروسيا في مختلف المحافل الدولية والتأييد المتبادل للترشيحات الدولية عن البلدين للمناصب والوظائف الدولية. وأكد وزير الخارجية خلال لقائه نظيره الروسي سيرجي لافروف على هامش أعمال المنتدى العربي الروسي، أكد اهتمام الجانب المصري باستمرار توافد السياحة الروسية إلى مصر. كما استعرض شكري الجهود المصرية الحثيثة لوقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة منذ أكتوبر الماضي، مؤكدا على ضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار والسماح بإدخال المساعدات الإنسانية لقطاع غزة، مشيدا بالموقف الروسي الثابت والداعم للقضية الفلسطينية وأيضا مواقفها حيال الأزمة في غزة. من جانبه أعرب لافروف عن تطلعه لتعزيز التعاون بين الجانبين في كافة القطاعات، بالإضافة إلى استمرار التنسيق المشترك حول مختلف الملفات والقضايا الإقليمية والدولية. أكد وزير الخارجية سامح شكري أهمية الوقف الفوري والمستدام لإطلاق النار في قطاع غزة وتأمين النفاذ الكامل للمساعدات الإنسانية والإغاثية للقطاع. أشاد وزير الخارجية خلال كلمته في الدورة السادسة لمنتدى التعاون العربي الروسي بمواقف روسيا المتزنة تجاه القضايا العربية وبموقفها بمجلس الأمن بشأن تطورات الأوضاع في غزة. كما جدد شكري رفض مصر لتهجير الفلسطينيين، داعيا المجتمع الدولي للتصدي للممارسات الإسرائيلية التي تدفع عمليا إلى هذا التهجير، وأعرب عن التطلع لاستمرار الدعم الروسي للمواقف العربية والفلسطينية الرافضة للانتهاكات الإسرائيلية، مؤكدا على ثقته التامة في قدرة المنتدى العربي الروسي على الاطلاع بدوره كمنصة مهمة لتطوير العلاقات وتعزيز الشراكة بين الدول العربية وروسيا، وكذلك إيجاد وتحديد أولويات ومواقف مشتركة للقضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام بين الجانبين. شدد البيان الختامي لمنتدى التعاون العربي الروسي على رفض أي تبرير للحرب الإسرائيلية على قطاع غزة بما في ذلك وصفها بأنها دفاع عن النفس. وجاء في البيان الذي صدر في أعقاب الاجتماع الذي عقد في المغرب أنه تم التأكيد على رفض وإدانة الأعمال التي تستهدف أمن وسلامة الملاحة والمنشآت البحرية وإمدادات الطاقة وأنابيب النفط والمنشآت النفطية في الخليج والممرات المائية الأخرى. يلتقي وزير الخارجية سامح شكري غدا نظيره البريطاني ديفيد كاميرون لبحث التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار ومزيد من الهدن الإنسانية في غزة. وأفادت الخارجية البريطانية أن وزير الدولة البريطاني لشؤون الشرق الأوسط طارق أحمد سيرافق كاميرون في ثاني زيارة له للمنطقة، وذلك بغية إحراز تقدم في الجهود الرامية لضمان إطلاق سراح جميع المحتجزين وزيادة المساعدات إلى غزة. وصل رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية إلى القاهرة لإجراء محادثات حول تطورات التصعيد الإسرائيلي على قطاع غزة
وعدد من الملفات الأخرى. أوضحت حركة حماس أن المباحثات تهدف لوقف العدوان الإسرائيلي ووقف إطلاق النار وإمكانية إجراء صفقة شاملة للتبادل مع إسرائيل. وذكرت وكالة رويترز نقلا عن مسؤول فلسطيني أن موقف حماس لا يزال قائما، بالإضافة أنه ليس لديها رغبة في إقرار هدنة إنسانية وأنها تريد إنهاء الحرب الإسرائيلية على غزة بشكل كامل. وأضاف أن هنية وحماس يقدران دوما الجهود المصرية وأن هنية موجود في القاهرة للاستماع إلى إذا ما كانت إسرائيل قد قدمت اقتراحات جديدة أو ما إذا كان لدى القاهرة بعض المقترحات أيضا، وأنه من المبكر الحديث عن التوقعات. هذا وقد أفادت وكالة رويترز نقلا عن حركة الجهاد الإسلامي أن زعيمها سيزور مصر أيضا في الأيام القادمة لبحث نهاية محتملة للحرب. كانت مصر وقطر قد تمكنتا من التوصل لهدنة في أواخر نوفمبر الماضي استمرت 8 أيام. أطلق خلالها سراح 80 محتجزا إسرائيليا مقابل 240 أسيرا فلسطينيا في إسرائيل. هذا وقد أفادت مصادر مطلعة لوكالة رويترز للأنباء أنه يجري حاليا محادثات مكثفة تجرى بوساطة مصرية وقطرية، وذلك بشأن هدنة ثانية محتملة في قطاع غزة. وأوضح المصدر أن ممثلين عن سلطات الاحتلال الإسرائيلي يبحثون ملامح الاتفاق المرتقب ونوعية الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال الذين يمكن إطلاق سراحهم في الاتفاق المرتقب. وأكد المصدر أن إسرائيل تصر على إدراج الأسرى من النساء والرجال الأكثر ضعفا في قائمة من سيتم إطلاق سراحهم من السجون الإسرائيلية. وللمزيد من المتابعة ينضم إلينا هاتفيا الأستاذ شادي محسن الباحث بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية. أستاذ شادي، بعد التحية، يعني الدور المصري في جهود الوساطة في ما يتعلق بما يحدث في غزة متصل ومتواصل منذ اليوم الأول لهذه الأزمة، كيف ترى المستجدات في هذا الإطار؟ لا، هو طبعا المرحلة دي الدور المصري أو الجهد المصري فيه حيوي جدا، لأن التقديرات والتوقعات كلها تقريبا كلها حرفيا كانت بتميل لفكرة صعوبة نجاح عقد هدنة جديدة. كانت التوقعات كلها بتقول ان خلاص يعني نجحنا نعمل هدنه قبل كده مش هنعرف نعمل التانيه. والاسباب كانت كتير، الاسباب كانت تتعلق باسرائيل وتتعلق بحماس. فيما يتعلق باسرائيل كشف اسرائيل المحتل. طيب استاذ شادي. والعسكريه انا سامع حضرتك. هو انا اللي محتاج اسمع حضرتك، يعني لو ممكن بس تتوجه الى مكان يكون اكثر وضوحا في الصوت، تفضل. طيب انا تمام. فانا كنت بتكلم على الاسباب اللي كانت بتؤدي الى صعوبه نجاح هدنه جديده. الاسباب تتعلق باسرائيل واسباب تتعلق بحماس. نعم. المره دي الموقف المصري كان حاسم وكان مهم جدا، وحقيقي في كل مره بيتضح ان مصر هي المحدد الحاكم لبناء اي سيناريو يتعلق بغزه يعني او يتعلق بالمنطقه بشكل عام. نعم. المره دي الامر يختلف لانه زي ما انا قلت التوقعات بشأن الهدنة كانت مستحيلة إن عقدها يعني أو النجاح في الوصول إليها. فطبعا الزيارة بتاعت إسماعيل هنية بمبادرة مصرية دي معناها إن مصر خلاص عندها حاجتين مهمين. نعم. عندها أطروحات فيما جاية من أمريكا وجاية من إسرائيل وجاية يعني في الأطراف المعنية بالأمر، وعندها كمان اقتراحات إزاي نعقد الهدنة. نعم. بالمناسبة كانت فكرة المفاوضات لعقد الهدنة قبل ما يتم وقف تام لإطلاق النار، وقف الحرب تماما. طبعا مصر قدمت لا، احنا عايزين يبقى فيه مرونة، عايزين يبقى فيه احتمالات ناجحة لعقد الهدنة، لأن الشعب الفلسطيني في غزة يعني مدمر تماما يعني. وفي ضغط كبير جدا على الحدود المصرية من اتجاه بعض الرفح الكيان الفلسطيني من جنوب قطاع غزة. طبعا يعني المسألة المرة دي أنا بتوقع إنه طالما الوجود في مصر يبقى إحنا عندنا مقترحات وعندنا أطروحات. نعم. طيب نضيف تفضل
تفضل. انه فكره التنازل عن وقف تام للحرب مقابل البدء في المفاوضات. الامر ده يعني حماسه رقم 2 ان اسرائيل تبدا فورا تجهيز قائمه بالأسرى الفلسطينيين في السجون الاسرائيليه، ولازم تكون اسماء ثقيله، اسماء رنانه جدا، قيادات كبيره في الشعب الفلسطيني يعني. نعم. الامر الثالث فورا تجهيز المساعدات، وطبعا معبر رفح مصر مفتوح 24 ساعه والمساعدات جاهزه للانفاذ، فبالتالي اسرائيل لازم توافق على ادخال كامل المساعدات بدون تفتيش روتيني بطيء يعطل انفاذ المساعدات. نعم. 4 انه وقف فعلا لاطلاق النار في وسط وجنوب غزه، والبدء في سحب بعض الارتل العسكريه في شمال غزه. هذه الامور يعني طبعا يراها البعض من بعيد ان هي امور صعبه جدا، والحقيقه كان هي دي يعني هو ده كان التقدير. نعم. انه مستحيل غدنه يتم عقدها. طيب. لكن اخيرا زياره اسماعيل هنيه في قوة شديده. لا أريد أن أضيف الأخيرة على نعم. أريد أن أضيف إلى زيارة إسماعيل هنية إلى القاهرة اليوم أيضا زيارة وزير الخارجية البريطانية غدا ولقائه بوزير الخارجية المصري، وهي ثاني زيارة له في المنطقة. إذا وضعنا زيارتين جنبا إلى جنب، كيف يساهم ذلك في تعزيز ما توصلت إليه وما أشرت إليه من مقترحات لوقف إطلاق النار؟ هو طبعا يعني للاسف يعني غزه ترتبط بيها ازمات متفلته كتير جدا في المنطقه، سواء جنوب لبنان او باب المندب او شرق المتوسط. نعم. او فيما يحدث في سوريا والعراق. نعم. ان الدول زي بريطانيا والولايات المتحده وبعض الاطراف اللي ليها مصالح في منطقه الشرق الاوسط يهمها ان تقدير يتحقق فعلا. نعم. الأستاذ شادي محسن، يعني من الواضح أن هناك مشكلة في التواصل، ولكن على أي حال شكرا جزيلا الأستاذ شادي محسن الباحث في المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية. استشهد أكثر من 40 فلسطينيا وأصيب عشرات آخرون في قصف نفذته طائرات الاحتلال الإسرائيلي على مدينتي خان يونس ورفح. وقالت مصادر محلية أن 32 شهيدا وصلوا إلى مستشفى ناصر خلال الساعات الماضية، وإن 4 شهداء بينهم أطفال ارتقوا في غارة إسرائيلية على مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة. وأضافت أن 10 شهداء على الأقل سقطوا إثر قصف طيران الاحتلال مسجد علي بن أبي طالب في محيط المستشفى الكويتي في مدينة رفح جنوب قطاع غزة. كما أصيب عدد من الصحفيين إثر غارات الاحتلال على محيط المستشفى الكويتي. على الجانب الآخر، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي مقتل ضابطين 2 وإصابة 29 آخرين بعضهم بجروح خطيرة خلال المعارك في قطاع غزة. بمقتل الضابطين يرتفع عدد قتلى الجيش الإسرائيلي إلى 131 منذ بدء العملية البرية بقطاع غزة، وإلى 466 قتيلا منذ بدء العدوان في 7 أكتوبر الماضي. هذا وقد تداولت وسائل إعلام إسرائيلية قتل المحتجزين 3 بنيران الجيش الإسرائيلي في غزة، وأرجعته للتقصير في معلومات استخباراتية للجنود بالميدان. استشهد طفل فلسطيني وأصيب 9 آخرون بينهم 2 بالرأس والصدر، وقد وصفت إصابتهما بالخطيرة مساء اليوم برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في قرية حسان غرب بيت لحم. وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية نقلا عن مصادر أمنية وطبية باستشهاد الطفل محمود محمد عيسى البالغ من العمر 16 عاما عقب إصابته برصاصة في الرقبة خلال اقتحام جيش الاحتلال المدخل الشرقي للقرية، حيث اندلعت على إثرها مواجهات أطلق خلالها الجنود الرصاص الحي وقنابل الغاز السام المسيلة للدموع، مما أدى لاستشهاد الطفل وإصابة 9 آخرين بالرصاص الحي بينهم طفل. أفادت الوكالة الوطنية للإعلام في مرج عيون بلبنان باستشهاد شاب داخل سيارته في أطراف كفر كلا برصاص القوات الإسرائيلية. يأتي ذلك في الوقت الذي أعلنت فيه الفصائل الفلسطينية في جنوب لبنان عن استهداف مروحتين عسكريتين إسرائيليتين في أجواء شتولة وشميرة
وإيفن مناحم قرية تربيخة اللبنانية المحتلة، وذلك بصواريخ أرض جو، مما أجبرهما على مغادرة أجواء المنطقة على الفور. تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي اتصالا هاتفيا من رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي، الذي توجه بالتهنئة لرئيس السيسي على فوزه بفترة رئاسية جديدة، مؤكدا حرص لبنان على توسيع مجالات التعاون بين البلدين. وقد ثمن الرئيس السيسي التهنئة الكريمة مؤكدا خصوصية العلاقات بين البلدين والتي تنعكس في التعاون والتنسيق في كافة المجالات، وحرص مصر على دعم لبنان الشقيق على جميع المستويات. التاسعة مستمرة وتتابعون فيها. بناء على طلب الولايات المتحدة، مجلس الأمن يرجئ مجددا التصويت على تعزيز وصول المساعدات إلى قطاع غزة. قال رئيس مجلس الأمن خوسيه خافيير دول لغاسكا كولوبيز أن المجلس قد اتفق على إرجاء التصويت على مشروع قرار يدعو لهدنة في الحرب بين إسرائيل وحركة حماس وزيادة المساعدات الإغاثية بناء على طلب الولايات المتحدة، وأشار إلى خلافات بين الدول الأعضاء بشأن صيغته. وقال دبلوماسي بالأمم المتحدة مطلع على المفاوضات، قال لرويترز إن المفاوضات مستمرة وتحتاج لمزيد من الوقت. شدد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين على مواصلة العمل بشكل مكثف وبطريقة بناءة مع عدد من الدول لمحاولة حل بعض القضايا العالقة في قرار مجلس الأمن الخاص بغزة، وذلك لتعزيز جهود إيصال المساعدات. أكد وزير الخارجية الأمريكي في مؤتمر صحفي أن الولايات المتحدة تعتقد أن إسرائيل ملزمة بالقضاء على التهديد الذي تشكله حماس مع تقليل الخسائر في صفوف المدنيين في غزة على حد قوله. أكد الرئيس الأمريكي جو بايدن أنه لا يتوقع التوصل قريبا إلى اتفاق بين إسرائيل والمقاومة الفلسطينية لإطلاق سراح الرهائن المحتجزين في غزة. وتبذل الجهود حاليا لمحاولة الترتيب لإطلاق سراح المزيد من الرهائن، ومن المتوقع أن يجتمع رئيس وكالة المخابرات المركزية الأمريكية ورئيس جهاز الموساد الإسرائيلي ورئيس وزراء قطر لمناقشة القضية. أكد البيت الأبيض أنه أصبح بالإمكان إدخال المساعدات الإنسانية إلى غزة عن طريق الأردن. أشار البيت الأبيض إلى أن المناقشات بشأن هدنة إنسانية في غزة وإطلاق سراح المحتجزين هي جادة للغاية، مضيفا أنه أصبح بالإمكان وصول المساعدات الإنسانية إلى القطاع من الأردن. يواصل مطار العريش استقبال المساعدات الدولية من الدول الصديقة والشقيقة والمنظمات الدولية والإقليمية، تمهيدا لإدخالها إلى قطاع غزة عبر معبر رفح البري. حيث استقبل المطار اليوم 5 طائرات تحمل على متنها 131 طنا من المساعدات المتنوعة. وأوضح الهلال الأحمر المصري أن الطائرة الأولى قادمة من بلجيكا وتحمل 35 طنا من المستلزمات والأجهزة الطبية والأدوية ومولد كهرباء، بينما تحمل طائرة ماليزيا 57 طنا من المواد الغذائية والطبية. وأكد الهلال الأحمر المصري أن طائرة سعودية
تحمل 17.5 طن من المواد الإغاثية والمستلزمات الطبية، مشيرا أن الأردن أرسلت طائرة تحمل 6 أطنان من المستلزمات الطبية الخاصة بالأطفال والنساء، بينما تحمل طائرة ألمانيا 5 أطنان و500 كيلو من المواد الإغاثية والخيام. يواصل معبر رفح البري فتح أبوابه أمام دخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة وخروج المصابين الفلسطينيين ورعايا الدول. كان يوم أمس قد شهد دخول عشرات الشاحنات التي تحمل مساعدات متنوعة إلى قطاع غزة، بينها 5 شاحنات وقود تحمل 3 منها 190 ألف لتر من السولار، بينما تحمل شاحنتان 80 طنا من غاز الطهي المنزلي. هذا وقد تم تسليم شاحنات المساعدات إلى الهلال الأحمر الفلسطيني. وصلت وزيرة الخارجية الهولندية برفقة وزير التجارة الخارجية والتنمية الدولية الهولندي إلى معبر رفح، وذلك لتفقد المساعدات الإنسانية المتجهة لقطاع غزة. واستمع الوزيران لشرح من مسؤول الهلال الأحمر المصري لإطلاعهم على دور الهلال الأحمر المصري في إيصال هذه المساعدات. كما وجه الوزيران الشكر للحكومة المصرية على جهودها في إدخال المساعدات، مشيدين أيضا بالتعاون الذي يتم بين الهلال الأحمر المصري والأمم المتحدة، كما أكدا زيادة المساعدات الهولندية الإنسانية المقدمة لهما. نحن ممتنون للرئيس المصري والحكومة المصرية لما يقدمونه، واليوم تحدثنا مع عدد من الوزراء المصريين وعبرنا عن امتناننا، ولكن أيضا سألنا عن كيفية تقديم أوجه المساعدة. وبالطبع تربطنا علاقات ثنائية وطيدة مع مصر، ولا يقتصر فقط على هذا الجانب، ولكن هناك مجالات أخرى مثل التجارة. بالطبع هولندا تقف مع ضرورة حل الدولتين بوجود دولة فلسطينية وبجانبها إسرائيل آمنة، ومن المهم أن يعمل المجتمع الدولي سويا من أجل إقامة دولة فلسطينية وإسرائيل آمنة. نحن نقدر كثيراً المجهودات المصرية، ورأينا اليوم العمليات المختلفة على الحدود وكانت مبهرة، وسنزيد حجم المساعدات ب 25 مليون يورو مقدمة للهلال الأحمر المصري والأمم المتحدة، وسنستمر في ذلك. أنا وزملائي نعمل معاً من أجل ذلك بكل عزم، فوقف إطلاق النار المؤقت مطلوب في أقرب وقت، فالناس في غزة يحتاجون إلى دخول هذه المساعدات فوراً. أنا سأذهب غداً إلى إسرائيل لبحث وقف إطلاق النار. نظمت نقابة الصحفيين يوماً تضامنياً مع الصحافة الفلسطينية، كما نظمت مؤتمراً صحفياً بعنوان الصحافة الفلسطينية في مواجهة الإبادة. يوم مع الصحافة الفلسطينية نظمته نقابة الصحفيين المصرية للتضامن مع عشرات الفلسطينيين الذين استشهدوا في قطاع غزة خلال العدوان الغاشم الذي يتعرض له أبناء الشعب الفلسطيني في القطاع. النهاردة كمان إعلان برفضنا لتصفية القضية الفلسطينية سواء عبر محطات تهجير أو توطين، وإعلان تضامن مع الشعب الفلسطيني في كل خطواته، في كل مقاومته، في مقاومته الباسلة المستمرة واللي هي يعني نجحت في فرض الرواية الفلسطينية، ونجحت في تحقيق يعني حتى الآن، ومع الصحافة الفلسطينية التي نجحت حتى الآن في هزيمة الرواية الزائفة التي تنقلها، التي حاولت إسرائيل أو الكيان الصهيوني فرضها. نقابة الصحفيين المصريين يعني بالتنسيق معنا كنقابة صحفيين فلسطينيين تقوم بدور عظيم ودور كبير، هي يوميا تقوم بفعاليات ويوميا تتواصل معنا وتتابع أوضاعنا كصحفيين فلسطينيين وكنقابة صحفيين، ويقوموا بجهد هائل، وهم يمثلوا كل الجسم الصحفي المصري وكل المؤسسات الإعلامية المصرية. لذلك نحن نقول من عبر شاشتكم أن نقابة الصحفيين الفلسطينيين وعموم الصحفيين الفلسطينيين يعبرون عن فخرهم واعتزازهم بكل الجسم الصحفي والجماعة الصحفية في مصر على أدائهم ودورهم العظيم. وخلال الفعاليات أقيم مؤتمر صحفي مشترك بين نقابتي الصحفيين في مصر وفلسطين والاتحاد الدولي للصحافة لمواجهة الإبادة التي يتعرض لها المدنيون العزل في غزة والضفة الغربية المحتلة. قيمة التضامن هي جوهر العمل النقابي
على المستوى الدولي وعلى المستوى الإقليمي وعلى المستوى الوطني. التضامن مع الصحفيين في مثل هذه الأوضاع اللي بعيشها أخوتنا وأخواتنا زميلاتنا وزملائنا في غزة هي أحيانا تشكل التوازن النفسي الضروري لعمل أي صحفي في مثل في الوضع اللي بعيشه فيه. لذلك إحنا يعني فخورين جدا أن نكون موجودين هنا في مصر مع الصحفيين المصريين مع نقاب الصحفيين المصريين والمعروفة بعلاقاتها التاريخية واهتمامها في الصحفيين الفلسطينيين. مصر دائما يعني داعمة للقضية الفلسطينية، هي تنقل الأحداث وتنقل ما يقع من جرائم وخاصة استهداف في ظل حملة إسرائيل الممنهجة لاستهداف الصحفيين الفلسطينيين بمنازلهم بأهليهم بكل ما يملكه هذا الصحفي. وفي ختام الفعاليات عقدت النقابة ندوة بعنوان القضية الفلسطينية والمعايير المزدوجة ومخططات التهجير، أعلن خلالها المشاركون رفضهم القاطع لمخططات التهجير ومطالبين بإعادة توطين الفلسطينيين الذين تركوا منازلهم وديارهم في قطاع غزة تحت وطأة القصف والدمار الذي تسببت فيه آلة الحرب الإسرائيلية. أحمد الحسيني، التلفزيون المصري. وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي في المجموع على مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون نقابة التكنولوجيين مع إرجاء الموافقة النهائية عليه. وشهدت الجلسة أيضا الموافقة على تقرير لجنة برلمانية مشتركة عن اتفاق ترتيبات بين مصر وكوريا الجنوبية لمشروع تصنيع وتوريد 40 وحدة قطار للخطين الثالث والثالث لمترو أنفاق القاهرة الكبرى. جلسة جديدة عقدها مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي لاستكمال نظر مشروعات القوانين المدرجة على جدول الأعمال. وخلال الجلسة وافق المجلس في المجموع على مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون نقابة التكنولوجيين مع إرجاء الموافقة النهائية عليه. الموافق على مشروع القانون في مجموعه يتفضل برفع يده. موافقة. السادة الأعضاء، يؤجل أخذ الرأي النهائي على مشروع القانون إلى جلسة قادمة. وشهدت الجلسة الموافقة النهائية لمجلس النواب على مشروع قانون بالترخيص لوزير البترول في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة لوك أويل أوفرسيز إيجيبت ليميتد للبحث عن البترول وتنميته واستغلاله في منطقة تنمية غرب عش الملاحة بالصحراء الشرقية. وخلال الجلسة وافق المجلس بشكل نهائي على القرار الجمهوري بشأن الموافقة على اتفاقية اليونسكو المنقحة بشأن الاعتراف بدراسات التعليم العالي وشهاداته ودرجاته العلمية في الدول العربية. وشهدت الجلسة الموافقة النهائية على القرار الجمهوري بشأن الموافقة على اتفاقية استضافة مصر لمركز التدريب الإقليمي التابع لاتحاد البريد العالمي. الحقيقة أن البريد نجح أنه هو يتواصل مع كل المواطنين من خلال أكثر من 5000 مكتب بريد على مستوى المحافظات، حقق على المدار الثلاث سنوات اللي فاتت جهد كبير جدا في تحقيق ميزانية وفائض في الربح بآخرهم معدل نمو يقارب من 21% بتقدير حوالي 5 مليار جنيه. الحقيقة جهد مبذول، كان هذا الجهد أبطاله هم مجموعة من الأبطال في الهيئة القومية للبريد. لو النهاردة هنيجي نتكلم عن مكافأة هذه الأبطال فهو أن يكون في تبادل خبرات جيد للإتيان بثمار أكتر في الفترة القادمة لإسقال مواهب هذه الموارد البشرية، وفي النهاية بيعود بالنفع على الشعب المصري وعلى المجتمع. طبعا بأسمن هذه الاتفاقية وبوافق عليها. وخلال الجلسة تمت الموافقة النهائية على القرار الجمهوري بشأن الموافقة على اتفاقية منحة المساعدة الفنية بشأن تحديد تدخلات التنمية الحضرية ذات الأولوية لتعزيز الاستثمارات والتطبيقات الذكية وسبل المعيشة في مدينة دهب. وشهدت الجلسة أيضا الموافقة على تقرير لجنة برلمانية مشتركة عن اتفاق ترتيبات بين مصر وكوريا الجنوبية لمشروع تصنيع وتوريد 40 وحدة قطار 320 عربة
للخطين الثاني والثالث لمترو أنفاق القاهرة الكبرى. هذا وقد رفع المستشار الدكتور حنفي جبالي الجلسة العامة لمجلس النواب على أن يعود المجلس للانعقاد يوم الثلاثاء الموافق 2 يناير المقبل. وفي لقاء خاص مع التلفزيون المصري أشاد النواب باتفاقية اليونسكو المنقحة بشأن الاعتراف بدراسات التعليم العالي وشهاداته ودرجاته العلمية في الدول العربية، واتفاقية منحة المساعدة الفنية بشأن تحديد تدخلات التنمية الحضرية ذات الأولوية لتعزيز الاستثمارات والتطبيقات الذكية وسبل المعيشة في مدينة دهب. يعني طبعا من اهم الموافقات اللي تمت النهارده هي الموافقه على قرار السيد رئيس الجمهوريه رقم 514 لسنه 2023 المقضي بالموافقه على يعني اتفاقيه المنحه الخاصه بتطوير مدينه دهب واللي صادره من البنك الاسلامي للتنميه. في الحقيقه احنا بنقول نسمي هذه الخطوه لانه التوسع في المنح خلال الفتره الحاليه اعتقد انه يجب ان تكون اولويه من قبل الحكومه، وخاصه فيما يخص اعاده اعمار وتنميه المناطق والمحافظات الحدوديه. قلنا النهارده العدد من الاتفاقيات، منها اتفاقيه غايه في اهميه بانضمام مصر الى اتفاقيه مع منظمه اليونسكو، وهي خاصه بان احنا الحاصلين على المؤهلات العليا من الجامعات المصريه والمعاهد المصريه كان لا يعترف بشهادتهم في عدد من الدول العربيه، فانضمامنا لاتفاقيه اليونسكو مع الشركاء هتدي فرصه جيده ان هي من خلال اليونسكو ان يتم الاعتراف بشهادتنا وتؤهل دول الخريجين بعد الاعتراف بشهادتهم العليا ان هم يتم يعني ان هم ياخدوا الماجستير والدكتوراه، وكل دي هتؤدي في الاخر وفي النهايه الى توفير فرص عمل محترمه لخريجينا في الدول العربيه والدول الافريقيه. والان نتحول لاهم انباء المال والاعمال في نشاط التاسعه. اخبار المال والاعمال والجوله الاقتصاديه نذهب فيها الى فاطمه خليل. اليك فاطمه. شكرا يوسف عبدين، شكرا ريهام الديب، واهلا بكم مشاهدينا وجوله اقتصاديه جديده. عقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء اجتماعا لاستعراض البرنامج الزمني لمشروع جديد في مجال الهيدروجين الاخضر في المنطقه الاقتصاديه لقناه السويس ستنفذه شركه اكوا باور السعوديه. وخلال الاجتماع استعرض رئيس الوزراء ايضا موقف تطور الاعمال في مشروع تطوير وانشاء وتشغيل مشروع محطه رياح السويس للطاقه بقدره 1.1 جيجا وات بموجب اتفاقيه شراء الطاقه التي وقعتها الشركه مع الجانب المصري، موضحا ان بدء الاعمال الانشائيه الخاصة بالمشروع ستكون خلال الفترة المقبلة. في السياق، شهد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي مراسم توقيع اتفاقية إطارية لتطوير مشروع في مجال الهيدروجين، حيث تم توقيع الاتفاقية بين كل من صندوق مصر السيادي والهيئة الاقتصادية لقناة السويس والشركة المصرية لنقل الكهرباء وهيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة ومطور المشروع شركة أكوا باور السعودية. وبموجب الاتفاقية سيتم وضع خطة عمل لتطوير المرحلة الأولى من مشروع الهيدروجين الأخضر بطاقة إنتاجية تصل إلى 600,000 طن سنويا من الأمونيا الخضراء وبإجمالي استثمارات تتجاوز 4 مليارات دولار، مع نية التوسع لتطوير المرحلة الثانية بطاقة إنتاجية قدرها 1,000,000 طن سنويا. كشف البنك المركزي المصري عن تحقيق صافي ربح بقيمة 56,200,000,000 جنيه بنهاية نوفمبر الماضي مقابل 44,700,000,000 جنيه بنهاية أكتوبر الماضي. أوضح تقرير المركز المالي الشهري للبنك المركزي ارتفاع إجمالي حقوق الملكية لتصل إلى
55 مليارا و800 مليون جنيه بنهاية نوفمبر الماضي مقابل 44 مليار جنيه بنهاية أكتوبر الفائت. كما ارتفعت أرصدة الذهب إلى 254 مليارا و600 مليون جنيه مقابل 249 مليارا و600 مليون جنيه بنهاية أكتوبر الماضي. فيما ارتفعت الأرصدة لدى البنوك لتصل إلى 535 مليارا و700 مليون جنيه بنهاية نوفمبر الماضي مقابل 512 مليارا و800 مليون جنيه بنهاية أكتوبر. في أسواق البترول العالمية ارتفعت أسعار النفط وسط مخاوف من انقطاع الإمدادات والتوترات السياسية في بعض الدول وتوترات الإمداد عبر البحر الأحمر. وزادت العقود الآجلة لخام برنت بنسبة 1.27% ليصل إلى 80 دولار و24 سنت للبرميل. كما ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 1.41% لتصل إلى 74 دولار و98 سنت للبرميل. هذا ارتفعت أسعار المازوت عالميا بنسبة 1.38% لتصل إلى دولارين و72 سنت للتر. وارتفعت أسعار الغاز الطبيعي بنسبة 60% لتسجل نحو دولارين و5 سنتات لكل مليون وحدة حرارية بريطانية. أكد رئيس بنك الاحتياطي الاتحادي في فيلادلفيا باتريك هاركر أنه لا يزال يعارض أي زيادات أخرى في أسعار الفائدة من البنك المركزي الأمريكي. هذا وأشار رئيس بنك الاحتياطي الاتحادي إلى وجود انفتاح على خفض تكاليف الاقتراض قصير الأجل لكن ليس قريباً. أظهرت بيانات من مكتب الإحصاءات المركزي الإسرائيلي أن الاقتصاد نما في الربع الثالث من العام بشكل أبطأ مما كان متوقعا، ومن المنتظر أن يتراجع النمو بشكل حاد في الربع الرابع بسبب العدوان على غزة. ونما الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 2.5% على أساس سنوي في الفترة من يوليو إلى سبتمبر مقابل الأشهر الثلاثة السابقة مقارنة بالتقدير السابق البالغ 2.8% على أساس نصيب الفرد. نما الناتج المحلي الإجمالي 6% ونما الاقتصاد 6.5% في عام 2022، ومن المتوقع أن يبلغ النمو نحو 2% في عام 2023، وهو ما يرجع جزئيا إلى التأثير السلبي للحرب. في المملكة المتحدة تباطأ معدل التضخم السنوي لأسعار المستهلكين على نحو غير متوقع خلال نوفمبر الماضي، الأمر الذي يدعم توقعات الأسواق بشأن اقتراب نهاية دورة التجديد النقدي خلال العام القادم عقب الإقرار الأخير لبنك إنجلترا بتثبيت أسعار الفائدة. أوضحت بيانات مكتب الإحصاءات الوطني تباطؤ التضخم أسعار المستهلكين إلى 3.9% خلال الأشهر الثانية عشر المنتهية في نوفمبر بعد أن بلغ 4.6% في قراءة أكتوبر ليسجل سجل أدنى مستوى له منذ سبتمبر من عام 2021. مشاهدينا نهاية هذه الجولة الاقتصادية، عودة مرة أخرى لريهام ويوسف لاستكمال ما تبقى من التسعة. شكرا فاطمة. تقدمت مراكز ومعاهد البحث العلمي المصرية في الإصدار الثاني لتصنيف سيماجو للمراكز البحثية بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا لعام 2023 ضمن المراكز العشرة الأولى، وذلك للعام الثاني على التوالي. تبنت مصر تجربة رائدة في الارتقاء بتصنيف المراكز البحثية في التصنيفات الدولية المختلفة، حيث سعت خلال العامين الماضيين إلى استحداث تصنيف للمراكز البحثية يتناسب مع طبيعة عملها ليكون حافزا للارتقاء بالبحث العلمي والابتكار وسياسات ريادة الأعمال. والآن إلى آخر أخبار الكرة والملاعب. نعود مرة أخرى إلى فاطمة خليل. إليك فاطمة. شكرا ريهام، شكرا يوسف، وأهلا بكم مجددا مشاهدينا وجولة رياضية جديدة.
أسفرت قرعة البطولة العربية لمنتخبات كرة السلة التي تستضيفها مصر خلال الفترة من 26 من ديسمبر وحتى 3 من يناير المقبل، وعن وقوع المنتخب الوطني ضمن المجموعة الثانية. وتضم المجموعة الثانية بجانب مصر كل من تونس والكويت والإمارات والمغرب، ومن المقرر أن يلتقي الفراعنة مع منتخب الإمارات يوم الثلاثاء المقبل 26 من ديسمبر في تمام الساعة 7 مساء. ويختتم المنتخب الوطني لقاءات دور المجموعات بلقاء منتخب المغرب يوم السبت 30 من ديسمبر في تمام الساعة 7:30 مساء. يعتلي منتخب مصر لكرة السلة صدارة المنتخبات الأكثر تتويجا بالبطولة العربية برصيد 12 بطولة. أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم كاف القوائم الأولية للمنتخبات المشاركة في بطولة كأس الأمم الأفريقية 2023 التي تستضيفها كوتوفوار خلال الفترة من 13 من يناير وحتى 11 من فبراير 2024. كشف الكاف أن القائمة الأولية للمنتخب الوطني التي ضمت 55 لاعبا سيتم تقليصها لنحو 27 لاعبا فقط قبل انطلاق منافسات البطولة، ويتواجد منتخب الفراعنة في المجموعة الثانية إلى جانب غانا و الرأس الأخضر وموزمبيق. تأهل الزمالك لدور ربع النهائي بمسابقة كأس الكونفدرالية الأفريقية عقب تعادله أمام مضيفه ساغرادا الأنجولي سلبيا في المباراة التي أقيمت بينهما على ملعب استاد 11 من نوفمبر ضمن منافسات الجولة الرابعة بالمجموعة الثانية. بهذه النتيجة حافظ الزمالك على صدارته للمجموعة بعد أن ارتفع رصيده إلى 10 نقاط، فيما جاء ساغرادا في المركز الثالث برصيد 4 نقاط. وضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات تعادل مودرن فيوتشر أمام ضيفه اتحاد العاصمة الجزائري سلبيا في المباراة التي أقيمت بينهما على ملعب استاد السلام ضمن منافسات الكونفدرالية الأفريقية. بهذه النتيجة وصل اتحاد العاصمة صدارته للمجموعة بعد أن ارتفع رصيده إلى 10 نقاط، يليه مودرن فيوتشر الذي ارتفع رصيده إلى 7 نقاط. مشاهدينا نهاية هذه الجولة الرياضية، عودة مرة أخرى ليوسف فريهام لاستكمال ما تبقى من التسعة. شكرا لك فاطمة. تتواصل فعاليات الملتقى الثقافي الرابع عشر لثقافة وفنون الفتاة والمرأة بمشروع أهل مصر بأسوان. فعاليات الملتقى تمتد حتى 24 من الشهر الجاري وتضم عددا من الورش الحرفية والتدريبات وورشا لاكتشاف المواهب. الملتقى الثقافي الرابع عشر لثقافة وفنون الفتاة والمرأة بمشروع أهل مصر شهدت فعالياته ورشا فنية وثقافية بالمدينة الشبابية بأسوان. الملتقى تنظمه الهيئة العامة لقصور الثقافة وتستضيف 129 فتاة وسيدة من 6 محافظات حدودية، هي شمال سيناء وجنوب سيناء والوادي الجديد ومطروح والبحر الأحمر وأسوان بالإضافة إلى القاهرة. فعاليات الملتقى تشمل تنفيذ عدد من الورش الحرفية منها ورشة فن المكرمية إضافة لورشة الكروشيه والخرز وورشة الإكسسوارات باستخدام خامات مختلفة. وفي مجال الورش الفنية أقيمت ورشة الفن التشكيلي وتتناول الفنون التشكيلية المختلفة مع إحياء التراث النوبي. الفعاليات أيضا شملت تدريبات حول كيفية التفرقة بين الجلد الطبيعي والصناعي وكيفية تصنيع العطور النوبية والأسوانية من عطور مختلفة باستخدام المسك وطحنه ثم دمجه بمجموعة من العطور. في نفس السياق عقدت ورشة لاكتشاف المواهب حول فعاليات كتابة السيناريو وتهدف لتنمية قدرات الفتيات الإبداعية، وكذلك فعالية حول الغناء والموسيقى لتنمية السلوك من خلال الموسيقى واكتشاف المواهب الصوتية وتنميتها مع تقويمها على أغاني التراث والأغاني الوطنية والفلكلورية. فعاليات متنوعة زخر بها الملتقى الثقافي الرابع عشر لثقافة وفنون الفتاة والمرأة بمشروع أهل مصر لإسراء التنوع الثقافي والفني لأمهات المستقبل ومربيات سواعد مصر وعقولها. ونتحول أخيرا للتعرف على أهم أنباء الطقس. نعود فيها مرة أخرى إلى فاطمة خليل. إليك فاطمة. شكرا يوسف، شكرا إيهام، وأهلا بكم مشاهدينا. ووقفة أخيرة مع أحوال الطقس.
يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدا الخميس طقس لطيف نهارا على القارة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، معتدل على جنوب سيناء ومائل للحرارة على جنوب الصعيد، وبارد ليلا على أغلب الأنحاء. وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على معظم محافظات ومدن الجمهورية، والبداية دائما من القاهرة العظمى 20، الصغرى 13، إسكندرية 20 13، مطروح 18 12، بورسعيد 22 16، الإسماعيلية 21 12 وجوها معتدل. بالنسبة للسويس 20-13، العريش 21-12، طابة 22-13، شرم الشيخ 26-16، الغردقة 25-15 وجوها أيضا معتدل. بالنسبة للأقصر 26-13، أسوان 29-15، الوادي الجديد 26-12، شلاتين 27-21، حلايب 25-20 وجوها أيضا معتدل. والآن نستعرض معكم درجات الحرارة المتوقعة غدا في عدد من العواصم والمدن العربية والعالمية. مشاهدينا نبقى الآن مع لقطة اليوم. انتهت أخبارنا وبقي التذكير بالعناوين. الرئيس عبد الفتاح السيسي يتلقى التهنئة بفوزه بولاية رئاسية جديدة من أمير قطر وقادة العراق وتركيا ولبنان. رئيس الوزراء يشهد التوقيع على اتفاقية لإدارة وتشغيل 7 فنادق عالمية مع القطاع الخاص، ويعلن أنه تم تحقيق 5 مليارات و600 مليون دولار نتيجة التخارج من 14 شركة. شكري أمام المنتدى العربي الروسي يجدد رفض مصر لتهجير الفلسطينيين، ويدعو المجتمع الدولي للتصدي للممارسات الإسرائيلية التي تدفع عمليا إلى التهجير.
وصلنا إلى ختام نشرة التاسعة على شاشة التلفزيون المصري، ولكن هواء التاسعة لازال يتواصل مع يوسف الحسيني. مساء الخير يا يوسف وأهلا بيك. مساء النور يا ريهام، ازيك يا يوسف؟ عاملين ايه؟ كل تمام؟ ازرق مع ازرق، انا متظبطه. شفتك كده قلت لازم اعمل حاجه معاك. تنسيق مما لا شك فيه. اخباركم ايه؟ كله كويس الحمد لله. الرئيس ما زال يتلقى التهاني الحقيقه من القاده العرب والقاده الدوليين، واظن هتتولى التهاني لسه. عارفين ساعات بحس انه وكان الناس تهنئ انفسها، يعني هم سعداء بانه الرئيس مكمل معانا 6 سنين دول. انا بس اللي استوقفني الحقيقه المشهد الديمقراطي العظيم اللي احنا شفناه امبارح، انه سياده الرئيس استقبل طبعا المرشحين الثلاثه. طبعا فازاي ده كان فعلا مشهد يعني بيعبر عن تحضر ورقي يعني بشكل كبير قوي الحقيقه. يعني انت عارفه انا بشوفه بالظبط زي ما انت قلت كده، المشهد الديمقراطي زي ما يوسف قال اول مره نشوفه في مصر. احنا بنتكلم على مجموعه من المشاهد اشتغل عليها مباشرة فخامة الرئيس، بدءا من تفعيل لجنة العفو الرئاسي، وبعدين عندنا الحوار الوطني، وبعدين عندنا الانتخابات الرئاسية اللي لأول مرة نشوف انتخابات برؤساء الأحزاب ومعارضة وحاجات زي كده، ثم استقبال الرئيس للمتنافسين واتكلم معاهم واتناقش معاهم وسمع رؤاهم ووعدهم بأنه لازم هنشتغل خلال الفترة الجاية مع بعض إلى آخره. حالة إثراء للحياة السياسية. هو حتى النهاردة كل العناوين الخاصة بالصحف أنه الخلاف في الرأي لا يفسد للوطن قضية. على المشهد الحقيقة اللي كان سيادة الرئيس مع المرشحين الثلاثة والمستشار محمود فوزي. صحيح. فالحقيقة كان مشهد قد إيه إحنا كلنا يعني كمصريين فخورين به أنه ده موجود دلوقتي. لأنه بيعبر عن الثوابت الخاصة بالجمهورية الجديدة اللي كتير بنتكلم عليها وكتير سيادة الرئيس بيتكلم عليها. صحيح. يا مسهل يا رب. إن شاء الله. سنين زي الفل بإذن الله. أشكرك جدا يا يوسف، وشكرا جدا يا ريهام، واستأذنكم نبدأ فقراتنا.